الوالد والبو والماما والعيلة كلها، كنا ساكنين لما طلعنا حولنا الحوش الثامن، وكل واحد مشي ويستقر على حاله. رجعت انا هنا الحق هذاك، سيبت الحوش هذاك لاخويا لانه اكبر مني، قلت هيا انا اتحمل بنفسي وهو يقعد مستريح. وهذه بنت الناس، هذه لا تعرف مش حتى من البر، هذا والله من البر بعيد او من كاتيب الدنيا جد. هي مسكينها والحمد لله عشنا فيه احنا والوالده والوالد، نخدم الدوله نخدم في مرتب، لكن يقسموا منا في 200 جنيه.